مرحبا، هنا توب وهنا كوازيمورف. هذه لعبناها قبل انا وياكم، لكن الحين صار ابديت كبير حيل، حتى ان مسح تخزينتي وتخزينت كل اللعيبه انزين، فلازم ابدا تخزين جديده. في اشياء صارت واجد خوفت هذا، لان ما بي اشوفه، لان شفناه قبل الفيديو اللي طاف. فصارت اللعبه ان مطورينها بحيث ان يبدون في تدريب أظن. إنزين أوكي يبدون التدريب. Do you want to do the training؟ ما راح أتدرب أنا. تمام. يقولك إنه بنلقى موارد وما إلى آخره، لأن ما عندنا موارد واجد في السفينة. يبدو إن الواجهة تغيرت صح؟ أوكي. هذه أخبار، أخبار ال شو اسمه، أخبار السوق الأسهم خلنا نسميه نيو ستوك إكسشينج. يقولك إن ريزيستنس عندهم إنترست في مدري شنو وما إلى آخره. ما علينا، خلنا نشوف. هني يقولك إن إحنا في هذا الأوربت، أظن إذا طقنا ماب إحنا في المريخ. يبدو ذلك، يبدو إن إحنا فعلا في المريخ. إنزين ف هذا كله لو تشوفون اللون الأخضر هذا يعني مسالم. إنزين وسرعة اللعبة حلو، إحنا قاعدين نفرح حول فعلا إحنا في المريخ. إنزين سبيس كرافت اللي هي الطيارة حقتنا. إنزين يقولك إنه أوكي ما لنا، هذه هي مواردنا. طبعا لازم نوفر أكل، نوفر ونوفر. أوه برودكشن، صار في إنتاج هني جميل. الإنتاج يقولك تمام إذا جبت هذه الأشياء إنزين أقدر أصنع مثلا الأسلحة هذه، أقدر أصنعها لو جبت سبرينجز وبلاستيك اللي هي سبرينج اللي هو مدري شو اسمه صراحة. هني يقولك جيب بكرة خيوط وراق اللي هي قطع وهكذا، ف نقدر نسوي علاجات واجد. عندنا هذه الأدوات كلها تسوي علاج كبير، بدون علاج طيب جدا. إنزين فهني نقدر نسوي أدوات. إنزين الكارغو عندنا أظن أن هذه هي الخانات حقت الكارغو فقط، فعندنا 5 ضرب ما أدري كم. إنزين سيستم ماب اللي هي ولا وضعت كذي. تمام فعلا احنا في المريخ. اذا طقيت ستارت ترافل احنا في المريخ، ما في اي شيء. راح نضغط على كذا مكان نشوف الاماكن الصفراء والحمراء. الحمراء اللي هي اظنها عدائيه وبقوه. جوبيتر وهذول اللي الان مسكرين ما ادري ليش. انزين اظني لازم اتطور او ما الى اخره. فخلونا نشوف الارض، ما فيها شيء، الارض مسالمه. خلونا نروح حق احنا في مارس. خلا طق ترافل، هل بتأكد حنا في مارس أو لا؟ أوكي شو أسرع اللعبة؟ نعم حنا في المريخ فعلًا. أوكي حنا ما كنا في المريخ فعليًا، كنا حول تلك الصخرة اللي جنب المريخ. الحين حنا في المريخ طبعًا. راح ندخل هني ولا هني، إيش رأيكم؟ حلو، لو نحط على المؤشر على واحدة من هذول كتب سابوتاج اللي هي نوع المهمة. الأونر اللي هم Daydream سي بنفشري المستفيد. أونر Daydream بنفشري المستفيد. لو أن حنا خلصنا هذه المهمة المستفيد منها ريلوير. خلنا نشوف وير هذا ريلوير. إنزين خل أطق سبسكرايب. إنزين لو طقيت سبسكرايب شنو ممكن يعطيني؟ ما أدري شنو. إنزين فحنا الحين سجلنا معهم بحيث إن نسوي مهمتهم هذه. هني شنو Daydream راح يطيح سهمها اللي هي هذه الشركة. إنزين وريل وير راح هو يبدو إن هم يحبوننا أو لا. هني يشوفون هذه المعدلات، فأظن إن هذه الأدوات اللي يعطوني إياها كهدايا. إنزين ف هذول أشرار جدا. تمام ما علينا، خلنا نسوي هذه المهمة الحين. مبدئيا سوينا سبسكرايب حق ريل وير، راح نطق Daydream. تايم ريمينز عندنا 22 يوم على ما نخلص مهمة ولا تروح علينا. ريورد 500 دينار. انزين ف
حلو مبين هني العلامة يقول destroy any daydream Kim's communication occupant. أوكي يقول لك إن إحنا لازم نحطم أدوات الاتصال الخاصة في شركة daydream. أوكي ف عفواً طبعاً هذه سوالف أو قصة المكان. زين هني نضغط ونطلع شخصية من شخصياتنا. عندنا أربع شخصيات. هذه أذكرنا كانت هي المقاتلة حقتنا اللي هي اسمها رايلي فرانسيس آسف أنت رجال منت امرأة. هذا أحسن منك فيكتوريا. تمام يبدو أني راح أخذ فيكتوريا. هذه طيبة إيزابيلا مقاتلة مقاتلة بالسيف يعني. زين وهذه مقاتلة في السيف أيضا بحيث أن ممكن تضرب قوة في السيف. طبعا كل واحد له ميزاته وخواه عيوبه. مثلا يقولك ان هني عندك الويبر رينج 2 من تحت تبدو زين وبين ثريشولد 8 فنتحمل الالم اللي يجيها. ال 1800 كالوري اللي هي كم تتحمل من جوع يعني تجوع بسرعه. هذا 2000 تحمل اكثر. الاثنين هم يسوون نفس الدوت شانس اللي هو 15%. هذا الاكيرسي 65% بحيث ان يعني طلقات المسدس حقتهم ممكن تصيب أكثر من فرانسيس ولو أن 5% يلقى فرق يعني تقريبا زين. بس باقي فرانسيس أحسن منها. ليش؟ لأن عنده 65% من يبدو أن فرانسيس هو أحسن واحد. زين بس خلنا نلعب فيكتوريا. هذه فيكتوريا هني كلاسها أظن هذه هذا الرانك حقها. سيلكت كلاس. كلاس عندنا هذا أو هذا. هذول اللي هو هذا مسدسات هذا السيوف من الاسم يعني بنقدر نشوف فعلا هذا مسدس وهذا السيف مثلا ما مبين من السكيلز. انزين الحين بنشوف الأسلحة. خلوني اخذ السلاح هذا الرشاش. اوه صار في وزن باللعبة. انزين كل ما زدت الوزن كل ما تمام حلو فهمت. ناخذ الشنطة عشان نوسع ال اوكي خل ارجع سكين لاني ما احتاج انا مقاتل في المسدسات. خل اخذ الملابس هذه. زين الحين درعت شخصيتي 3 كيلو هذه يعني 4% اقل تفادي الضربات. ف خل اخذ الطلقات. اظن ان الطلقات نفسها تستخدم هني فعلا نفس الشيء السلاحين. زين فاخذ واحد احسن لي. هذا شنو يقول دكتور جونز. اوكي هذا يسوي لي هيل بطل. خل اخذ اكل. خل اخذ العلاجات اربعتهم عشان ما ادري انا شنو وضعي. اظن اني احتاج خل اخذ واحده من هذه. ما ودي اني والله شلون اقسم الحين. اوكي ديفايد 1 قسمناها. رجع هذه داخل الشنطه. خل هذه معي لان ما ودي يخلص اكلي هني. معي هني 1200 هذه 1800 ف هذه نستخدمها في نهاية المطاف. أما هذه راح نستخدمها على أننا نبقى على قيد الحياة. الحين خلونا نروح نسوي هذه المهمة اللي هي يا إلهي. أوكي جاهز كل شيء جاهز. تمام. أوه جميل. يبدو أن شكل الشخصية تغير عن المرة اللي طافت. The location of the communication center has been transferred to your map. Don't be surprised it's far enough away from you. They used countermeasures. This means there is nothing out. Okay. Local sat may PMC remind you that the task is not to collect everything of value that is in this place first. Destroy the transmitter then. Okay, تمام. مهمتنا ندمر الترانسميتر فقط. هذا أهم شيء عندنا. تمام. بدنا المهمة. لو نضغط M هذا الخريطة حقتنا. حلو هذا خلينا ننتقل في الخريطة. أظن هذا شيء جديد. والله ما أذكر. تمام خلونا نبحث عن هذا جلاس اللي هو زجاج نقدر ناخذه عشان نصنع. لا تنسون هني لو ابي اخلي الاخت تعلمني شنو اسوي من مهمتي. هذه الخريطه طبعا الاحرف هذه هي اختصارات الكيبورد. انزين مثلا هذه اتش اطق اتش راح دخلني على الهيلث حقي. انزين كلاس لو اضغط اوكي ما اظنني. تمام خل نروح ندور ترانسميتر حقهم اللي بندمره. هذا بالاكافا ما والله ما ادري شنو هذا. انزين هذا مستر ميتي اظن هذا اكل.
يبدو انه ما في شيء مني. هذا شنو؟ فايتر؟ اوكي. واو شنطة كبيرة. تمام شنطة كبيرة دخلنا فيها شنطة صغيرة. جميل. نروح الباب هذا نشوف. وهذا اول عدو. انزين. طبعا لا تنسوا ان هذا قاعد يزيد شوي شوي مع الوقت فانا اتحول الى وحش. بخصوص القصة. القصة شنو؟ انه في شيء اسمه كوازيمورف. الكوازيمورف هذا على ان كثر ما انا سويت اشياء فيها من خلنا نسميها السوء كثر ما يزيد سوء شخصيتي مع الوقت. شخصيتي هذه راح تصير وحش والى اخره. فصارت الحرب حرب بقاء لا اكثر ولا اقل بحيث انك تحافظ على شخصياتك وابطالك في اللعبه. انزين اجي كذي بعدين اطلق عليه الطلقه الاولى. جميل صار عليه ستان. حلو ذبحناه بسرعه. ناخذ طلقاته. حلو طلقاتني حد الخانه حد 60 طلقه. سانج بي خلني اخذ السلاح هذا ربما احتاجه. هل هذا احسن من اللي علي؟ هذا حلو انه تمام. طبعا هذا يقدر يعني يصد اشياء واجد بس الدمج البارد شوية ما يتحمله بس يبقى احسن من اللي معي. هذا اسوأ من اللي علي. هذا اسوأ ايضا فاخذين الدرع. حلو اظن ان الدرع تغير شكل شخصيتي كانت لبسها اخضر او زيتي. الاسكر الحين صارت مدرعة. جميل يقولك باتري بطارية. طبعا كل ما نزلنا هذا الاسانسير كل ما نزلنا كل ما وصلنا مهمتنا. هذه رجل مقطوعة. اوكي تمام. M24 قنبلة. زين هني في علاجات واجد خل. حلو اظن هذا يعتبر نوع من الخمور. زين توين شو اسمه الدور الثاني. تمام هذه كواد دمج اظن هذه. اوكي اظن هذا اكل مو هذا ما ادري شنو بس ناخذه ما يضر ناخذه. يقول لك اكل. جميل خلونا ندور المهمه. اظن اني اقدر اطلع هني. زين بس هذه ليش صارت احمر؟ لان في طريقي فاحتمال اني اطقها ولا اطق الشخصيه اللي نبيها. خلي ما بيني بينه شيء واطلق عليه على كيفي احسن. تمام هذا الكبت ما في اي شيء. اوه بيبي اظن هذا معه سلاح. حلو طقيت عليه رايت كليك. اقدر اشوف اقراضه مع جارن بيستل معي 8 طلقات انا. المسلم كنسيوم منيشن. اوكي هذه قاعد تدربني فاطق ار عشان اعبي سلاحي. عبيت سلاحي بس ما صار فل. ليش؟ لان لازم دورتين على ما يتعب السلاح. فاللعبه ماخوذه على ادوار بسبب انه يعني كان الوقت قاعد يمشي حقيقي. ف كل شيء عليك في ادوارك. زين اخذ كل شيء. اظن ان هذا نفس الشيء. الاسلحه اللي ما تبونها طق عليه رايت كليك سو انلود امو. تاخذ كل طلقات اللي داخله تخلي السلاح يولي. ف هذه فايده لنا. انزين في احد هني تو افتح الباب. ايوه جميل. ناخذ طلقات مثل ما قلنا. سنيك بيك قلنا هذا على بنا شوكليت بار. باراميديك هذا معالج او طبيب حقهم. سلاح توكسيك جون. اوكي هذا سلاح سام فالمفروض انه ما يطقني لاني ما بتسمم. جميل اذبحنا بسرعه. خل اخذ السلاح السام لان عندي اسلحه متشابهه واجد. اظن هذا هي عباره عن طلقات هذا السلاح. ايوه فعلا. ف خل اشرب هذا لان ما عندي مكان. حلو اخذنا وجبه كبيره. جميل. جلاديتر اظن هذه الشنطه. اوكي هذا شنو يقولك؟ ماجفست يقولك ريزيست بلانت الى اخره. جميل. الماجفست شنو فائدتها؟ تخلي عندي خانتين سريعات الاستعمال. مثلا القنبلة هذه انا بستعملها بسرعة فتكون سريعة على طول. قطها مني ما تاخذ مني دورة عشان اشيلها من هذه الخانة الى هذه الخانة بعدين اطلقها. فاهميني صح؟ راح اخذ هذه هني عشان اوفر مكان طبعا وبنفس الوقت عشان اي
نزيف او اقفل بسرعة عن طريق استخدام هذه الايتم. تمام هذا اظن عندي واحد نفسه فناخذه عادي. خلنا نشوف ثلاجة البيبسي ما فيها شيء. خلنا نشوف هذه الغرفة. بدي بدي انكريز تو ليفل 2 بدي بدي شلون تزيد يا اخواني. خلنا اطق اظن انها سي لا مو سي والله ما ادري شنو هي. اظن انها هني انزين. المهم هي واحدة من هذول. اي هذه يقول لك كل 10 دورات وانت شايل الوزن يزيد قوتك الجسمانية بحيث انه يعطيك 5 هيلث زيادة. تشوفون الهيلث 5 هيلث. يقول لك او جميل لحظة خل اشوف بس كيلو سنش تايم شوز بس. تمام كل مرة اطلق كل ما اصير احسن في اطلاق النار. جميل 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 كل شيء يعني يعدل لك على شيء اخر موجود في ستاتس حقتك. جميل عندنا قتال مع المانجر هذا. هذا شكله كاشخ في الحين حنا في شهر 12 على ان عندهم اعياد الميلاد من شي يسمونه ف لابس كبوس سانتا. جميل ابي اشوف التريننج. تريننج اللي هي هذه فعلا كل ما اطلقت زيادة كل ما صرت اعرف اطلق احسن فمفروض اني الحين طلقاتي اكثر دقة. انزل تي شيرت هذا ما ينفعني. هذا فرن اقدر اطبخ فيه اشياء. والله هذه الاشياء الجميلة ولكن ما عندي ادوات. ممكن سمع كاباستر هذا والله ما ادري شنو يعني بالعربي كاباستر. انا متأكد انكم تعرفونه. اوكي خذينا كل طلقات. لحظة لحظة شنو الاشياء اللي ممكن نتنازل عنها. اوكي تمام والله ما ادري خل ثيرمال كونتينر. يقول لك كونتينر خل اظن اني كسرتها وصارت اللي صارت. اوكي خل البس هذا لان ما عندي شيء يحمي راسي فاخذه في كل الحالات احسن لي. كيف الكشخه بس. تمام انا جيت مني اظن ان مهمتي ما ادري وين مهمتي الحين. اوه هذا واحد. تمام في احد يمشي بس ما ادري وين. زين خل اخذ هذا. اظن في مكان حق هذي. حدي 5 من هذي. جميل المفروض. يقول كومبات فوكس احتمال ان تشتغل كذا مره. ما ادري شنو كومبات فوكس شلون اشتغلت فخل اشوف هي موجود. هذه هي. يقول لك اتاك موبايل ونيفر هيت ايش تريجر اكتيفيتس. جميل جميل جميل. كل مره ادش معركه في احتمال ان تشتغل فاذا اشتغلت اقدر اتفادى في نسبه 40% زياده. الشيء هذا جميل جدا. حلو خل اشوف هني شنو فيه. فرانكو والله ما ادري شنو يعني فرانكو. كذب عليك ما اقولك ما اعرفها. تمام هذي جميل. خل اخلص الاكل اللي معي قد ما اقدر. ما باكل هذي لاني ابي اخلص خانة. فهذي خانة خلصناها. اوكي بلاستيك اللي يطيح من الاكل ممكن اخذه معي. جميل يعني اعادة تدوير. اظن طلقاتي هني. هذي انا ما احتاجها. خل اخذ بلاستيك احتمال اني احتاجه. تمام اروح يسار خل اشوف الثلاجة ما فيها شيء. ورك بنش هني اقدر اشتغل. تمام هذا واحد خل اطلق هني. يا الهي حلو سبحان الله. بلايند فيوري. هل انا طقيت فعلا؟ انا طقيت بس هذه اول طقه اخذها فعادي. بلايند فيوري يقول لك اول دامج. والله بطل هذا يعني اي مره اتعور او اغضب ويصير عندي دوت شانس هذه الشخصيه ما تموت. لا اوكي 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 انا نحشت بس النحشه ما كان لها داعي. تمام اقدر اصنع هذا. خلني اصنع مو احسن لي.
اوكي انا صنعته بس وينه؟ مرحبا. خلنا اتاكد بس. اي هذا صار هني تحت. عموما احنا صرفنا اشياء واجد. الهايدرا هذا السلاح نفس الاسلحه اللي معي فما راح اخذه، ولو اني اظن انه احسن من اللي معي. كونديشن دمج 4. دمج واجد والله. خلنا اقط هذا اخذ الهايدرا. لحظة اوكي الشيء اللي ما بي اقدر اكسره واخذ الاشياء اللي صنع منها هذه انا احتاجها. ليش؟ لانها راح تفتح لي كلاس جديد فلازم اخذها معي. هذا لازم تنازل عن اي شيء فعشان اتنازل خل اكل انتين من هذه واخذ الكلاس. اوه جميل. موجود علبة شو اسمه علبة الأكل نفسها. دارك كاردو يقول لك اوكي اوكي بنطلون ما احتاجه. خل اخذ هذه. خل اخذ طلقات. خل اشوف شنو مع هذا. قط كل شيء معاه. هذه تنضاف هني عادي. هذه ستيك بيك. وش يضر اني اكلها زيادة؟ ما يضر شيء. طبعا ما في اي شيء هني. لحظة اوكي هل اقدر اصنع شيء؟ اظن انه ما اقدر اصنع شيء. لحظة اقدر اسوي مولوتوب. اقدر اسوي. انا اظن البطاريات باللعبة هذه عبارة عن سلاح لأسلحة صاعقة مثلا. ف حلو بدي بلدنج زاد لان وزني اللي شايله كبير. زين انا شلون انزل تحت زيادة؟ المفروض ان الترانسميتر موجود هني. تمام. هذا تشوفون هني عندنا كوربس هذه الضحايا الميتة هذه الأشياء اللي لحظة كأن هذا أسانسير ثاني صح؟ حلو خل أروح له على طول. أوكي احنا خلصنا هذه الغرفة كنت ببحث عنها. حلو أظن كذي احنا راح نخلص المهمة الثالثة أول مهمة هذه لأن وصلنا الدور الثالث و سيجنال لوست. جميل. داتا ماينر شنو يسوي هذا؟ يقول لك اكسبلورز ليفل. اوكي لحظة وقف. شلون لا اوكي عموما الداتا ماينر شنو يسوي؟ يكشف السواد الموجود. فانا الحين قاعد اشوف كل شيء موجود. ما في شيء هني مثل ما انتم شايفين. كل الشغل تحت. فهذا اللي قاعد يخرب على الارسال حقي. انزين اظن ان ترانسميتر تدك. هذا معالج طبعا. يبدو انه ما في احد. بيبي اعطوني سلاح بطل جدا. هذه علاجات. هذه طلقات. جميل. الطلقات هذه من يستخدمها السلاح هذا؟ اي طلقات يستخدم؟ تستخدم الشوتجن هذا. اقدر اسوي زوم ان زوم اوت. جميل. ما عندي مكان اخزن فيه. والله الاشياء اوكي ريت اوف ريتيرن هذا اخواني المحاسبين يعرفونه. جميل. خل اسوي انلود. ناخذ هذه الطلقات معنا. اي شيء وكلك يا حبيبي لا تخلي شيء طايح. كل شيء بلاش اخذه. زين ما اقدر فتشني. خل اشوف هل في شيء. لا فاضي. اوكي والله الطلقات اظن لها اهمية. زين فراح تنازل عن الخمور لاني لا اشربها. انزين ننزل تحت نشوف اذا في اعداء هني. والله حلو انك تسوي زوم اوت تشوف على كيفك. ايتمز ادوات هذه يقول لك ميديكال جلو. جميل. هذا شكله بطل جدا. اظن اذا قلت الشنطة هذه اخذ هذا. باودر ونودلز هذا اكل طبعا. ف على اشوف شيء اقدر اكله. زين لو اطق هني. شدنا اخطاني. الى الان اظن ان ما حد قدر يدخل علي اي طلقه لاني ما اظن اتعودت او ما عصبت شخصيتي. ف
الوضع طيب، بس الباب انفتح فاحتمالنا في عدو قريب. هذا هو، تشوفون نقاط الخضر بيني وبينه؟ في أصفر، تشوفون الأصفر؟ كل ما صارت أصفر كل ما صار ممكن أني أضيع، فالأحمر يعني خلاص احتمال كبير أنك ما راح تدخل أي طلقة على عدوك. ف هذه لا تنسونها لو لعبتوا اللعبة. ناخذ هذه الطلقات، أظن أن الباندجز أوكي، احنا صارنا كل الباندجز، ناخذ الطلقات وش يضرنا. جميل، عندنا هذا الباب مفتح برا مدى. شنو كان سلاحك يا أخ؟ تعال خلنا نشوف سلاحك. يبدو أنه صاعق. أنا بفجر هذا، هذا اللي نبيه حنا، لأن الأسمه بالأخضر بالأصفر على اللي صار، شو هذا بالأخضر عادي. فهذا الجامر، الجامر اللي يسكر هذا هو هذا الشيء، لكن هذا هو اللي مهمتنا. فهل سوى انفجار انحش؟ تشوفون فوق هني جاني اتصال، هذا يعني ان المهمة انتهت. اذهب الى اي مصعد انحاش. جميل، خل اشوف اذا في اشياء اقدر اخذها قبل لا امشي. هذا اقدر اخذه. ماي، اقدر اخذ الماي. هل ابي هل احتاج اخذ اكل كبير؟ اظن هذا جميل، لكن هذا واخذ الماي. ولن يظن ان المفروض اني سويت العكس انا، بس يلا. 9 من بالتس، هذه طلقات 9 ملي متر اللي هي حقت المسدس. سيراميك بليت، اظن ان هذا له حاجة كبيرة عندي. ف اوكي، انا اكره فكره اني يتم يعني تخييري في الاشياء. مايكرو تشيب يقولك فيكس انرجي ويبنز. جميل، هذا تصلح الاسلحه اللي تعتمد على الطاقه. زين، ف ماني محتاج حيل، فمدري اظن اني خلاص. خلونا اخلص مهمتنا هذه عشان نكمل ساعه، بحيث ان نكون لعبنا مهمتين. طبعا اكلت الحين خلاص، احنا مشينا الفاكيو. اوه جميل، لو خلصت المهمة تقدر تتنقل في المهمة او مكان المهمة حقتك، فتقدر تاخذ اللي تبيه او تصنع اللي تبيه. بس عشان الوقت انا اقدر طبعا اروح اخذ وارجع، بس يبقى ترى كل شيء محسوب عليك. فنسوي اخراج اللي هو ايفاكيويشن. خلص المهمة، المفروض ان الحين افتح كلاس إذا تريس فور إيريس وقتين اسمين ذي ترانسفر. جميل، أعطونا شيء، أظن أن هذا أعطوني هذا الشيء، ما أدري شنو. أعطوني هذا المسدس، تمام. أعطوني فلوس، ما أدري الفلوس شلون تنحسب. خل أنزل الأشياء اللي ما بهذا شنو. هذا حق علاج، فخلي قط هذول كلهم. أظن كان المفروض إني أسوي علاجات كبيرة كذي وخلاص أريح راسي. هذا أنا ما أستخدمه فقط، هذا ما أستخدمه ولا هذا، تمام. اللوك تشيب، خلنا نفتحنا وياك من كلاس أوبر لوكاس. جميل، شلون أعرف إني فتحت هذه الشخصية؟ ما أدري شلون، فما علينا. خلنا نشوف ستوك ريل وير. أظن ارتفع سهمها بدل احنا طقينا دي دريم صح، رفعنا ريل وير، فهذه هدايا فعلا احنا ساعدنا هذول، لان دي دريم وهدايا هم مختلفة. اوه جميل، اوه سالب 6 هني، حلو هني. ما ادري كم بس باقي. طبعا تلعب على سافة هذا انك تسوي مهمات بحيث ان يعطونك هداياك، وفي ناس تكرهك في ناس تحبك مع الوقت وهكذا. والله ما ادري العب معك مهمة ثانية ولا لا. ريبولس اتاك اون، اوه هذا في هجمة هني، الهجمة هذه لازم نوقف ضدها. زين بس لحظة، خل اطق مرة ثانية بشوف الكلاس الجديد معكم. هذا اوربور لوكس يقول لك اظن اوكي، خل اشوف كلاس، ما في ولا كلاس يعني.
ايه بس المهم انه ما اظن شخصية اكثر من كلاس معين، ف خل العب بهذه الشخصية بس باقي خل اشوف شنطتي. طبعا اني الحين انا داش قتال ومعركة، ف خل اخذ كل الطلقات اللي اقدر اخذها. السلاح هذا خلى لي رغم رمق الاخير على قولتهم. الاكل اخذ معك اكل عادي. خل اخذ هذا، ممكن يساعدني في اني ابقى على قيد الحياة. تمام، خلونا نجرب هذه المهمة ويصير اللي يصير، لان المهمة مكتوب انه وقف الهجوم. شو وقف الهجوم ما ادري، بس خلونا نجرب. تمام، خلنا نشوف. فلور 1 جميل. انا خايف. خل اجي، ما اقدر اجي هنا. وين ابي ادخل؟ اوه ظلام حيل، ملاحظين صح؟ اوكي، يبدو انهم كلهم هني بس ما ادري وينهم. جميل 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 جميل. خلنا نمشي على راحة ما نمس. اوه هذا احد الاعداء. Training increased، هذا يعني ان اني اقدر اطلق طلقاتي في شكل احسن بزيادة الحين، لان صرت في ثلاثة. خل هذا معي علشان بس ان ممكن تخلص طلقاتي وادافع عن نفسي عن طريق الاسلحة اللي من قريب. انزين، ف خل اشوف شنو. حلو، بدي بيلدينج زاد، هذا يعني ان هيلثنا زاد. اظن هيلثي 60، ما متأكد صراحة. هذا الباب. عدو جميل. طبعا كل ما ضربت كل ما صرت احسن في اطلاق النار، هذا يعني اني انا احسن بواجد. خل اخذ هذه لانها احسن من الكبوس المتخلف الاحمر هذا. ف الحين علي خوذة مثل ما شايفين شلون شكلي تغير. حلو ان الشخصية شكلها صار يتغير، اظن قبل ما كان يتغير، اظن مو متأكد. لازم ارجع اشوف الفيديو اللي من قبل. هذا عدو. ما اقدر اطلق عليه لان الاحمر بيني وبينه هني، فخل اجي كذي اطلق عليه. جميل. هذا واحد ثاني. هذا الواحد الثاني تريني، هذا متدرب فماني خايف منه. او ماي جاد، ما بيني وبينك شيء الحين، اقدر اتوقع على كيفي. ففعلا بعد التدريب قدرنا نوصل مراحل جميله في الدفاع عن نفسنا. لا شيء هذا جميل. هذا اله، لا تكفى. حلو، دزينا ورا. اقدر اطلق عليه طلقه ثانيه. جميل، لان ما بيني وبينه شيء. واهم شيء الدم عندي انا، لان قاعد ينقط زيت الرجال. جميل، للحين اقدر اطلق عليه. اظن ان في احد وراي. الباب فتح ما ادري ليش. يا اله يا اله يا اله، احط دورتين ما راح اقدر اطلق. ف تمام، الحين صار قدامي بالضبط. ف جميل مات. خل اشوف هل ما معه شيء فاضي. خل اشوف الحين. انا بعدت الكاميرا عشان هذا سلاح يبدو انه منشار. يا الهي، كان هذا الفيلم اللي واحد ما منشار الحق الناس. لازم اذبح بسرعه عشان افتك منه. انزين، ناخذ منشاره نعطيه السلاح البسيط. طبعا ما في احد في الظلام هذا دون. مثل ما قلنا، هذا واحد. جميل، يبدو ان هذا شخص تريني مدرب. جميل، هذا آلي، هذا واحد ثاني. دورتين. يا الهي، خل اذبح هذا. انحكرت والله.
ما اقدر نتأمل النحاش من الآلي عشان اروح. لا 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 الآلي قاعد يجيني. انزين ف اظن ان جاء الوقت اللي اخذ فيه الشوتجن الحين، لان الآلي المفروض ان هذا هو. اوكي اوكي الآلي هو اصعب. اوح جميل جميل، الحمد لله اني اخذت هذا السلاح معي. الحين نقدر نبدل السلاح ونكمل مشوارنا. لازم اطلع من هذا الممر اللي انا حكرت نفسي فيه، المفروض انه في احد. اوكي ما شفته. سلاح عبارة عن مسامير، يبدو ان طلقاتي خلصت يا اصدقائي. زين المتى يعني لازم، كم باقي لي؟ 6 stars. اوكي اوكي شلون نحسب الدورة؟ اوه جميل خلصنا مهمة. بس قبل لا اطلع راح اخذ كل شيء اخذه حبيبي. اوكي عبالي في احد هني ف تمام. ما ادري ان شعرنا في هذه الاشياء اللي انا ما ادري شنو هي، بس اخذها لان يبدو ان فيها فايدة مو اكيد. جميل اظن انه خلاص خلونا نطلع بكذي يا اصدقاء، خلصنا مهمتنا. خلونا نشوف ما سويت السبسكرايب حق هذيك الشركة. انزين جميل اعطوني هذه الاسلحة. اوه هذا هني طبعا، هذا احسن من هذا، هذا احسن من هذا لانه درع واقوى، بس انه يخسرني خاله، وهذا الشيء ليس يعني بامر جلل. انزين عندنا هذا السلاح الحين يستخدم البطاريات، عندنا البطاريات، فهذه الاسلحة نسميها الكهربائية. زين فخل ارجع كل شيء، هذا معي علاج، هذا ارجع انت الاكل. تصدقون ما ركز على الاكل وانا العب المهمة هذه. جميل المفروض انه سبسكرايب شو تسوي؟ انا هذا بس اللي بعرف انه لو سويت سبسكرايب شنو ممكن يصير. الشركة اللي سوينا مهمتها هي وحدة بس بين اظن كان في احتمالية 33% انهم يعطوني السلاح هذا، فاعطوني 2 من هذا و2 من هذا، هذا يعني ان حظنا حلو وجهكم خير علي. الحين لازم اوقف معاكم في لعبة كوازيمورف. راح ان شاء الله لو في مجال نكملها بيوم من الايام، او اوريكم وين ممكن اوصل في احد الايام. هذه كوازيمورف في اختصار طويل. يعطيكم العافية على المتابعة، وان شاء الله نشوفكم في وقت لاحق. سيو سو سون my friends.